دائما استخدم هاي دائما مالت مال سنة فيها ملف فيها مقام فيها كما سكر هاي داتا هي ار اس اي سيت المقاومة موجودة مربوطة مع الملف تحت توالي وهذا كما سكر حتى نربطهم كلهم على التوالي لازم نربط من هذا الملف إلى بداية التوالي نربط هنا الأمريكا حتى قسم الانتقال وشوف كيف التيار يزيد معي والباور سبلاي دور طبيعي ودور الطرف إذا الباور سبلاي نربطه أو هاي النقطة برضه مثل ما حكينا هي أو إف الثنتين نفسهم ونتأكد من الباور سبلاي إن هذا المفتاح مش مضبوط دائما مفتوح ساين وير مضبوط الثاني الأمن موجود على الآخر وهذول الاثنين مغلقين والأوتبوت اثنين من أول واحدة مش من الثاني من أول واحدة إذا هذا هي دارة ثانية بس ننظر ليش نحن أمريكا هل أنا حتى أشوف الإيرانية بدل أمريكا راح أخلي سماعة شو بتعمل السماعة؟ بتحول التيار الكهربائي إلى طاقة صوتية ولما نزيد في الكرسي التيار بدا يزيد يزيد هون بدا احنا الصوت يزداد لما يصل الى الماكسيموم متى في حاله ثانيه اذا زيدنا الفريكونسي اكثر بقل التيار بقل الصوت اذا هاي السماعه بتساعدنا على حتى نلاحظ ظاهره الغنيه الان هذا كهرباء رح نحدد قيمه ار 100 اوم سي 1 مايكرو فاراد يعني 30 ملي هنري ما دام حددنا ام سي الى الدرجه النورانيه كلها معروف انت شو يساوي الدرجه النورانيه؟ يساوي 1 على 2 باي جذر ال سي ما دام احنا حددنا الدائره الدرجه النورانيه هاي الدائره اف ار يساوي 1 على 2 باي جذر ال سي ال 30 ملي هنري والسي 1 مايكرو فرد نحسب الدرجه النورانيه تطلع كانت 2800 أو 1900 هرتز فلما نغير الفريكونسي مالي جديدة لما هاي الفريكونسي بتصير 2800 شو بصير عندنا؟ رنين كهرباء تنتقل أعظم طاقة من الباور سبلاي إلى هاي الكهرباء نشوف أعظم كهرباء أعظم صوت إذا زادت هاي الفريكونسي عن هذا الحد بقل التيار بقل الطاقة الصوتية مشغل الجهاز يمدح زي جهاز هاي من الكهرباء أقل بشوف لسه بيزيد 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 ليش أعظم طاقة؟ لأن هذا التردد يساوي تردد الغنية هذا زيناه أكثر بقلل المنحني بصير عندنا إيش الماكسيموم واضحة ممكن حد منا هذا الفرد بس احنا عمليا بدل سماعة حتى ناخذ قرار نخلي امين نخلي امين نتاكد انه محطوط على الاي سي هذا الموجود نتاكد انه على الاي سي على 40 ملي ونبدأ ناخذ القراءات من حسب هذا الجدول. ثبتنا ان 30 ملي هرتز مسجلة سي 1 مايكرو فرد والآر اول مرة 100 اوم. نبدأ بفريكونسي 500 مسجل التيار خليه بملي امبير 1000 يعني زيادة 500 لنهاية القرار. بعدين نوصل نفس البيان بين الفريكونسي والكرنت يعطينا منحنى غريب نحدد منه اف ار اف 1 اف 2 اف 3 خلصنا بنحول القرار الى 500 كيلو نعيد القرار هذه بنحولها الى 1000 اوم يعني ثلاث رسومات نقدم عليها كل واحد له اف ار اف 1 اف 3 ونكمل التقرير حسب النمط إذا نثبت هذا القيم ناخذ هذا القيم بعدين نغير مرة 100 مرة 500 مرة 1000
كل مرة زي الاثنين فريق موسى يبدأ ب 500 يعني نص الألف 500,000 500,000 بعدين شو بنعمل؟ بنغير الريت بنسويه 10,000 نرجع نزله 2000 2500 بصير كل دولية 500 500